مسيركم، راكم لاح رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. احبائي حبيباتي، جيتكم اليوم بوصفة جديدة هي عبارة عن كرواسون مالح. حبيت نشارككم هذه الوصفة. اذا عجبتكم حبيباتي لا تنسوا الاشتراك في القناة. نبدأ على بركة الله. نجيبوا في هذه 500 غرام تاع فارينة. انا هدرت حوالي 500 غرام تاع فارينة. بسم الله، نحطوا لافارين تاعنا في بول هكذا، نديروا لها ملعقة كبيرة خميرة الخبز هكذا، نديروا كذلك ملعقة صغيرة ملح هكذا، نديروا ملعقة صغيرة سكر، سكر عادي، وملعقة صغيرة خميرة كيميائية. ملعقة صغيرة. نخلط النواشف، هذو اللي ناشفين مع بعضهم، ونلمو بكاس حليب. بسم الله، بتين تحصلوا على عجينه تتلصق في اليد. شوفوا تتلصق عادي، حاولوا احنا غير نلموها كيما هكذا. هكذا نحاولوا نلموها. حبيباتي بعد ما لمينا العجينه تاعنا، نجيبوا هنايا مورسو تاع زبدة التوريق، زبدة عجينة المورقة. نجيبوها كمورسو صغير على حسب الكمية. أنا غادي ندير هذا المورسو تكفيني لهاد العجينة. إذا نتوما كنتو عندكم عجينة أكبر ضاعفوا المورسو هذا هكذا هكذا. نرابو ال هكذا، كيما هكذا. بعد ما ربيناه نحاولوا ندخلوا هذاك هكذا، نديروا له كيما هكذا. لازم نغطوا العجينه كامل هكذا، ونحاولوا نعجنوه باش يدخل الداخل هكذا. حاولوا تعجنوا 10 دقائق ولا ربع ساعه حتى تحسوا باللي لاباط تاعكم كامله، راهي ما تحسوهاش داخل كاين حاجه، كي شغل هكا حاجه يابسه. لازم تحسوا باللي ان داك الدهان كامل تخلف في وسط العجينه، تحسوا تحصلوا على العجينه كيما حنا نقولوا طريه. حبيباتي بعد ما عجنت العجينه تاعنا، شوفوا رجع الدهان ما كانش ما يبانش، رجعت كامله عجينه. نجيبوا بول نحطوا العجينة تاعنا ونخلوها تخمر. حبيباتي بالنسبة للحشو تاع كرواسون، تحشو كيما تحبوا، كاين اللي يحشيها بالجومن، كاين يحشيها انا بالبطون، انا غادي نحشيه بالزبدة تاع الدجاج مع شوية بصلة نقلي نقليه مع بعض، وبعد ما كنا يتقلاو مع ملح وفلفل اسود، ولما يتقلاو ندير لهم هنايا لاصوص تاع الفرماج. صلصة الجبن، هي صلصة الجبن قلت لكم درتها في الوصفات السابقة، قلت لكم فيها كاس تاع حليب كبير مع ملعقة تاع نشاء مع كمية تاع الجبن، ونخلطهم على النار حتى يتعقد ويولي عندنا كريمة. انا نروح نحضر الحشو ثم نرجع لكم. حبيباتي هاي العجينة تاعنا، شوفوا بعد ما خمرت نحاولوا نخسروا هالعجين هكذا. طاولة العمل هكذا باللافاغيل ما تلصقناش هكذا. نحاولوا نحلوا العجينه تاعنا دائريه. بسم الله،
فاتي بعد ما حلينا العجينة تاعنا، هاي لا نحاولوا. بسم الله نبداو في الوسط. اول حاجة في الوسط هكذا، ثم هكذا، كما هنايا باش ما تجيناش كبيره. انا هنا غادي نقسمها على ثلاثه، شغل كيما هكذا. قسمتها عفوا على اربعه على حسب العجينه. هنا كذلك، ها ها نفس الشيء مع هذه الجهه. عفوا هذه شويه درتها، شويه درتها رقيقه، نحاول نسقدها باش تولي عندي شغل على ثلاثه. نفس الشيء مع هذه الجهه، ها كيما هكا. هذه هي العجينه تاعنا بعد ما حليناها، بعد ما قسمناها. هنا نجيبوا الحشو تاعنا. الحشو تاعنا قلت لكم انا درت هنايا هاي لاصوص تاع الفرماج، صلصه الجبن درتها، ودرت لها كميه تاع الفرماج هنيك، درت لها شويه زيت مقطع، نبداو نحطوا الحشو تاعنا هنايا هكذا، نحطوا كاع كميه من الحشو. قد ملعقة صغيرة فقط، هكذا قلت لكم ملعقة صغيرة من الحشو هنا. انا جات لاكولا هكا، شغل درت لها واحد لي زيبيس خاصين تاع الفرماج، لهذا عطات هكا شغل. هو دارك لي زيبيس جايين خضرين حوالين، على بها عطات هاد لاكولا تاع صلصه الجبن. الان بعد ما هكذا وزعنا عليهم كامل الحشو، نروح نديرو قطعه تاع الفرماج في كل وحده فرماج، وندير قطعه كل وحده ندير لها مورسو هكا تاع فرماج. حيباتي بعد ما هكذا دار كملنا، نجو حنايا هنايا كيما هكذا، ونبداو نلوو العجين تاعنا هكذا. نلوو كامل العجين تاعنا كيما هكا، نحاولو هكذا. ونحطو الكرواسون تاعنا في سنيوة. هكذا كيما هكذا، من هذا على هذه كما هكذا، حتى نكملوا كامل العجين.
تي بعد ما شكلنا الكرواسون تاعنا نجيبو البيض وندهنوهم مليح من الفوق باش ما يتحلوش هكذا، دهنوهم غاية. بعد ما طليناهم البيض تاعنا بالبيض نجيبو حبة سودا سانوش تاع الخبز نديكوروهم كيما هكذا، ونكونو ديجا حمينا الفرن تاعنا درجة الحرارة من الحرارة 200، لازم يحمى مليح مليح كيما لاباط فيتي. ومن بعد ندخلوهم وما نحلوش عليهم الفرن حتى يحمروا من تحت، نشعل عليهم الفوق ونعاودو نحمروهم. كي نحنا ندخلوهم لازم نقصوا الغاز، خلوهم 180 درجة حتى يطيبوا هكذا. انا حبيباتي ندخلهم للفرن تاعي، ديجا حميته كي كنت نشكل فيهم كنت مشعل الفرن تاعي كنت دايرته يحمى، ندخلهم للفرن ونخليهم يطيبوا من بعد ان شاء الله نرجع لكم بعد ما يحمروا. طيب انا حبيباتي ها هو الكرواسون تاعنا، يجي بنين يجي هايل يجي ما شاء الله يجي قرمش يجي روعه. نتمنى حبيباتي الوصفه تاع اليوم تعجبكم، اذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله. Ha 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 ha